إذا بتفتح تمك لسانك بصه ربطوه. يا ربطونا كسروا هالقفولة وانكتوا الرزق نكت وولعوا العبارة باللي فيها. يلا جيبولي هالشحش لهون. يا بطل عليش هون لك ليش هلا طول حاله ليش؟ قل له لكبير كون انا اللي حرقت للعماره وقل له مثل ما حرقوا لي قلبي على ابني رح احرق التراب اللي عم يمشوا عليه. يلا دير عودة يلا يا رجال. ولا يوفقكم لك يا العماره. خلي عناصرنا يطلعوا بالسلاح فورا. يلا امرك زين. يلا طيف يلا طيف. يلا شوفي خير خير ان شاء الله. يا عمي ابو العز شوفي زعيم عكاش وشالوا حلقوت دكاكين كلها. شو بتحكي انت؟ ما بتحكي. يا لطيف ولي على قامتي راح المال والرسمان. يلا هذا عكاش عكاش عم بيعمل هيك لحتى ياخذ سعيد. وحدي الله ولا تخافي يا زمرد هيك الرجال الحار موجودين. تحمي يا رب تخيلها وكذا صفاي وشعاي صفي صفاي لكاتوا مو يرجعوا يا شباب تحولوا. يلا يلا فتي هالتسا فتي يلا يا الله يلا هما الشباب هما.
على عمتي ان شاء الله اللي على عمتي، بس ما يكون محل ابوكي صاير له شيء بين هالمحلات. طولي بالك يا عمو، ان شاء الله ما عليه ضرر. عم بدعي له مع انه قلبي من جوا مقهور منه. يو لك شو هالحكي ولك امي لساتك عم تحكي بهالسيره بهذا الوقت؟ والله قلبي من جوا محروق مثل هالمحلات واكثر. معقول عيش كل عمري وانا خايفه حدا يكشفني على حقيقتي وهو مانو حاسس؟ لك شو صار لك ولك امي؟ شبكي؟ قلت لك انا رح حلل لك القصه، خلاص انت بس حطي ايديكي ورجليكي بمي بارده. ليش عم تسايرين؟ كم طريقه جربنا وما في خواص؟ يا مو شكله ما في حل. قولي لي شو الحل اللي بدنا نعمله ليرجعني مثل باقي البنات ويقبل اي حدا يتجوزني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خلص امي خلص. مثل ما عم لك انا وعدتك. بس خلينا نطمن على ابوك بالاول، الله يرضى عليك. والله بالي عنده. حسبي الله ونعم الوكيل، راح المال والاسمان، حتى غدا لا حول ولا قوه الا بالله. حتى في حكيمه يا زعيم. يا زعيمنا ويا كبيرنا ويا غالينا. القصه زادت عن حد كثير. ارزاقنا صارت بالاراضي. حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن ما لازم نسكت ابدا على اللي صار، وانا رح اتصرف. طول بالك قريب افندي، طول بالك، بالمال ولا بالعيال. الحمد لله على كل حال يا شباب. أب فهد عيونك أب طاهر كريم أفندي بعد إذنكم دقيقتين على جنب. بدي أروح على المخفر. تفضل تفضل شرف شرف. هذا الواطي اليوم لازم يتكوم اليوم. مظبوط كلامك أبو خالي مظبوط. إيه لأنه طفح الكيل خلاص ما فينا نتحمله. يا برواحنا يا بروحه. أنا معك يا جماعة. طولوا بالكم أنا أعرف الزعيم شو بده يشور علينا. ما حدا يضرب من راسه. هلا الزعيم بيحكي كلمته. أنا رح أسلم هيدي القصة، رح خلي عكاش يندم عيشته، هذا وعد مني. كريم أفندي بمعيتك، أنت خليك برات الضرب. رجال الحارة أدوا ودود، لا تأكلهم. طيب ليش ما بنتساعد بالموضوع؟ عكاش ضر كل أهل الحارة، وأنا ما رح ضل مكتف إيدي. يا أبو العز، السيد كريم وجهة نظره مضبوطة. ما عاد ينسكت عشية اللي صار بنوب يا زعيم. شو في براسك كريم افندي؟ انا برايي نكون ايد وحده. انا صرت واحد منكم. هيك بخلي رجالي يطلعوا مع رجالك على المغاره اللي عند عكاش ونخلص منه بقى. كريم افندي برجع بقول لك مره ثانيه الله يرضى عليك. طلع انت برات الضرب ونحن بنتصرف. ماشي بامرك زعيم. على كل حال انا راح فل اذا عزتني بشي انا بامرك. بارك الله فيك ما بتقصر. بالاسم الله معك. الله معك كريم افندي. زعيم فهمني، طالما ما بدك اياه يكون معنا على شو ناوي؟ والله يا فهد عم فكر نهجم على عكاش بقلب مغارته وبدون ما يدرى كريم افندي. شلون ما بدك يدرك كريم افندي زعيم ونحن بنعرف انه في حرس على مدخل الحاره من طرفه؟ مظبوط. هلا لبين ما يصلوا الخبر لكريم افندي منكون وصلنا. وانت قلتها. يلا شرف. انا قطع السلاح وزعت على الرجال كلياتها مثل ما امرت. يا بي ضروريه طلعتك معنا. يا بي لازم كون من كل بيت بالهجمه العكاش، لازم كون. شو السبب يا بي؟ يا بي مشان اذا سلم حاله او استسلم نحون الدم. ما بدي دم بين اهل الحاره يكون. زين تلعب يا زعيم. يا بي يا بي بشر خلوه. يا بي كل اللي امرت فيه صار، وبس ما وصلنا على المغاره كل الرجال بيكونوا هناك. حلو كثير، معناتها بتضل انت وفهد وسطيفهم بالحاره. يا بي معقول كل الرجال بتطلع ونضل مع الحريم؟ زعيم من بعد اذنك بنروح معكم. يا فهد الله يرضى عليك، اولا ما في سلاح يكفي لكل الرجال. بعدين ما بيصير نخلي الحرب بدون زلم. ايه شو بكون؟ ابو العز معي تاخر، خلينا نكسب الوقت ما تتاخر. يلا قول والله يا رجال. يلا شباب قول والله. الله معكم. الله معكم. في بالك اخي؟ الله معكم. في بالك على حالك فهد؟ يا ابني يا ابو وليد يهمك وانت كمان. ليكو اجا شو ابن عمي؟ طمنا ضل بعدنا عندك. ان شاء الله ما عليك ضرر يا ابني. لا والله ما بعرف انا كنت برات الحاره.
بس هلا نسمت الشباب عم يقولوا انه عكاش حرق السوق بالمحلات اللي فيك دياته. الله لا يوفقك يا عكاشتك، ان شاء الله بتتكسر دياته. امين، فضايل قل هو الله واحد. وانت ابن عمي شو صار بمحلك؟ عم اقول لك كنت برات الحاره. شو يعني؟ ما شقيت عليه؟ لك شلون بدي شق عليه هلا بتسقص الليالي وكل الصبح بشق عليه، واذا صاير له شيء محل عم يعمل يعوضنا. اليوم فرحانين، فرحتهم الكبيرة لما يرجعوا. يلا سيدي، أبو العز ورجال الحارة طلعوا بريت العمارة. عملها لكين أبو العز، راح يواجه عكاش لوحده. شو بتحب نعمل سيدي؟ ولا شيء، انتو خليكن هون، خليكن هون تشوف شو بده يصير. لازم ضل هون قريب من خاتون، ما ابعد عنه، لما يصيب اي شيء مش منيح. مصاري والسلاح وخلونا نتيسر. يلا خلاص خلاص، رح نعطيكم كل شيء بدكم اياه، بس اتركوا ابني لا تقتلوا كرمال النبي. بسرعة يلا. يا ريت فوتوا على وقتكم. شو عم يصير لك اخي؟ هذا اكيد عكاش ورجال عم يهجموا على الحارة. يلا قولي على طولي، هذا اكيد جاي مشان ياخذ سعيد. ما رح ياخذه، ما بيطلع من هون غير محمد. فوتوا على غرفكم لاطلع شوف شو عم بصير. شلون تسوي؟ مصطفى بتحسين ما أبرح بعرضه. يلا يا خال، حريم ما حدا يطلع من الغرف.